السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج Discover Primary 1، الصف الأول الابتدائي ترم 2 أو الترم الثاني، وبنكمل مع بعض شرح شابتر 2 أو الفصل الثاني How Business Works، كيفية القيام بالأعمال التجارية، وده في المحور الثالث How the world works أو كيف يعمل العالم. والنهاردة إن شاء الله هنكمل شرح من بعد page 46، وكنا أنهينا المرة اللي فاتت شرح page 46، والنهاردة إن شاء الله هنشرح page 47 أو صفحة 47. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. و page 47 أو صفحة 47 عنوانها How the sun moves. How the sun moves أو كيف تتحرك الشمس. وهنا بيكلمنا أصحابي عن الشمس وإزاي بتتحرك. وطبعا قبل ما نبدأ في شرح البيج دي عايزين نبقى عارفين ان الارض بتلف حوالين الشمس، ولما الارض بتلف حوالين الشمس يا اصحابي بيحصل حاجة اسمها تتابع الليل والنهار. زي ما احنا شايفين قدامنا كده الشمس بتبقى موجودة والارض بتلف حواليها، ولو السهم اللي موجود في الصورة ده بيعبر عن ايجيبت او عن مصر بلدنا الحبيبة، يبقى مصر او ايجيبت بيبقى في وقت في وقت هي مقابلة للشمس او بتشوف الشمس، وده بيبقى اسمه الداي تايم او وقت النهار. ووقت تاني بتبقى هي مش مواجهة للشمس او بعيدة عن الشمس او doesn't see sun، وده بيبقى اسمه نايت تايم. نايت تايم يعني وقت الليل. وزي ما قلت لكم يا اصحابي احنا بيتهيأ لنا ان الشمس بتتحرك، لكن في الحقيقه ان الارض the earth moves around the sun which makes it look to us like the sun is moving. يعني الارض بتلف حوالين الشمس، وده بيخلينا ان احنا نفتكر ان الشمس هي اللي بتتحرك يا اصحابي. وطبعا زي ما قلت لكم في الصورة اللي قدامنا دي احنا شايفين ان الارث او الكرة الارضية بتلف حوالين الشمس، ولو السهم ده بيعبر عن بلدنا الحبيبة ايجيبت او مصر، فهنا في بعض الاوقات هتلاقي ايجيبت didn't always see the sun، ان مصر مش دايما بتشوف الشمس، and that is called night time، وده بيبقى اسمه night time لما بتبقى هي مش مواجهة للشمس. And when it's night time in Egypt، ولما بتبقى ده وقت الليل في مصر في الوقت اللي هي مش مقابلة للشمس فيه، it's daytime in other parts of the world، بيبقى ده وقت النهار او daytime في الاماكن التانية في العالم. فطبعا احنا عرفنا دلوقتي ان الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس، وده بيخلينا نحس ان الشمس هي اللي بتتحرك. طب عايزين نعرف هو بيقول لنا هنا ايه في البيج دي. هنا بيقول لنا use استخدم your pencil قلمك الرصاص to draw لترسم the sun rising شروق الشمس. then ثم بعد ذلك draw ارسم an arrow يعني سهم showing يعني يوضح the direction الاتجاه the sun will travel through the day اللي هتتحرك في الشمس خلال اليوم. فاحنا هنا عايزين نرسم شروق الشمس وحركة الشمس من الشروق للغروب. وطبعا يا اصحابي احنا عرفنا الكومباس او البوصلة، وان الكومباس فيها النورس وفيها الساوز وفيها الايست وفيها الويست، وهو رسم لنا هنا الكومباس روز زي ما خدنا في الدرس اللي فات. فالايست اللي هو الشرق وده بيعبر عن مكان شروق الشمس، والويست الويست اللي هو الغرب وده بيعبر عن المكان اللي الشمس بتغرب فيه.
يبقى المفروض طبقا للكومبس دي او للبوصلة دي الشمس هتشرق من الناحية دي لان ده الايست. فنرسم هنا الصن زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنرسم الارو ده او السهم ده، والشمس بتتحرك خلال اليوم، بتتحرك من الايست او من الشرق في الاتجاه ده، بعدين بتتحرك تاني لغاية ما توصل للوست او للغرب في الاتجاه ده. وبكده احنا عبرنا عن شروق الشمس او ان او السان رايزنج وحركتها من الايست للوست. وبكده نكون شرحنا البيج دي. والكلمات الجديدة هنا يا اصحابي هاو يعني كيف، ذا سان الشمس، moves تتحرك، pencil قلم رصاص، sun rising يعني شروق الشمس، an arrow يعني سهم، showing يعني يوضح، direction يعني اتجاه، travel through يعني تتحرك خلال، تسافر خلال اليوم، the day طبعا the day يعني اليوم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لبيج 48 او صفحة 48 وعنوانها a tourist for a day يعني ليوم. a tourist يا اصحابي يعني سائح، for a day لمدة يوم، سائح ليوم واحد. وقبل ما نبدأ في شرح البيج دي يا اصحابي، عايزين نعرف يعني ايه تورست. تورست يا اصحابي او سائح هو لما بتكون مسافر او موجود في مكان، بتزور مكان معين او بلد معينة، حتى لو كانت بلد كبيرة، لوقت قصير. يعني when a person visits another country or new city for a short time. when a person يعني عندما شخص من الاشخاص، عندما شخص visits يزور another country بلد تانية or a new city او مدينة جديدة for a short time يعني الوقت قصير، ده بنقول عليه tourist يعني سائح، لما واحد بيزور بلد تانية او مدينة جديدة لوقت قصير. طب هنا بيقولك لو انت بقى tourist او لو انت سائح for a day ليوم واحد، هتعمل ايه؟ هتزور ايه؟ ايه البيزنس او الاماكن اللي بيقوموا فيها بالاعمال التجارية اللي هتزورها في البلد اللي انت هتروحها دي؟ وعايزين قبل ما نشرح البيج دي نعرف ان هو مدينا مجموعة صور، مش كلها طبعا هنختارها، هنختار بعضها. وطبعا الصور دي يا اصحابي خاصة باماكن معينة في البلد اللي انت ممكن تزورها دي، وطالب منك ان انت تكتب اسم المكان اللي انت هتزوره في ساعة من الساعات اللي موجودة في الجنب ده من الصفحة. فهنا عندنا مجموعة ساعات، أول ساعة 9 o'clock، وهنا في جنبها sun أو شمس، وده بيعبر عن الساعة 9 الصبح بدري. وعندنا 12 o'clock هنا يعني الساعة 12 بعد الظهر أو afternoon. وعندنا هنا 3 o'clock أو الساعة 3 العصر. وعندنا برضو هنا 9 o'clock او الساعة 9 برضو، بس هنا جنبها مون او قمر، وده بيعبر عن بالليل. فاول ساعة بتعبر عن 9 o'clock او الساعة 9 صباحا، وبنقول عليها AM يعني صباحا. والصورة بتاعت الساعة الاخيرة فيها 9 o'clock برضو او فيها الساعة 9 برضو، بس دي بنقول عليها PM او الساعة 9 مساء. وتعالوا نقرأ هنا نشوف هو بيقول لنا ايه. هنا بيقول لنا imagine يعني تخيل، you are a tourist ان انت سائح، in a town في بلد من البلاد، for a day ليوم واحد، write اكتب a business you will visit الاماكن التجارية اللي انت هتزورها، at each time في كل وقت، shown on the clocks موضح على الساعات اللي موجودة في الصفحة هنا. وهنا مدينا صور للأماكن اللي ممكن تزورها.
عندنا هنا school، دي صورة بتاعت school أو مدرسة. وعندنا هنا bakery، bakery يعني مخبز. وعندنا هنا restaurant، restaurant يعني مطعم. وعندنا هنا souvenir store، souvenir store أو محل الهدايا التذكارية. وعندنا هنا كمان auto garage، auto garage أو الجراج بتاع العربيات، جراج السيارات. وعندنا هنا hotel، hotel أو فندق. وآخر حاجة museum، museum أو متحف. فطبعا انت لو سائح اكيد السائح مش هيروح يزور السكول في البلد اللي هو رايح يزورها، لان هو مش student او كمان هو مش teacher، فمش هيروح يزور المدرسة او السكول. وممكن يزور ايه الساعة 9 الصبح يا اصحابي من الصور دي؟ لو انا تورست ممكن اروح ازور الساعة 9 الصبح الميوزيوم مثلا، الميوزيوم او المتحف، اروح بدري علشان اتفرج على المتحف واتفرج على الحاجات المعروضة جواه. فممكن 9 o'clock a.m. او الساعة 9 الصبح اروح ازور الميوزيوم، فهكتب هنا ميوزيوم. 12 o'clock او الساعة 12 بعد الظهر afternoon، المفروض ممكن اعمل ايه بعد ما روحت الميوزيوم او المتحف وزرته واتفرجت عليه؟ ممكن اروح اشتري هدية تذكارية. وعلشان كده يا اصحابي هتلاقوا اغلب المتاحف جنبها محلات بتبيع هدايا تذكارية، يعني سوفونير ستور، سوفونير ستور او محل بيع الهدايا التذكارية. فانا ممكن اروح اشتري هدية تذكارية من السوفونير ستور، فاكتب هنا سوفونير ستور. طب والساعة 3 العصر بقى بعد ما روحت المتحف وبعد ما اشتريت الهدية الجميلة اللي انا عايز اشتريها، ممكن اكون جعت. فلما هكون جوعت هحتاج اروح اكل، فهاكل فين يا اصحابي؟ شاطرين، هاكل في الريستورانت، في الريستورانت او في المطعم، فاكتب هنا ريستورانت، ريستورانت او مطعم. طب وبعد ما اكلت في الريستورانت وكملت اليوم بتاعي الساعة 9 بالليل او 9 o'clock p.m. الساعة 9 مساء، هكون تعبت فهحتاج ان انا اروح واروح الفندق اللي انا نازل فيه في البلد دي علشان ارتاح بقى. فممكن اروح فين يا اصحابي؟ شاطرين، اروح الهوتل، الهوتل او الفندق اللي انا نازل فيه، فاكتب هنا هوتل، هوتل او فندق. وبكده نكون حلينا البيج دي وعرفنا ازاي ممكن الواحد لو هو تورست فور ا داي، tourist for a day او سائح ليوم واحد، ممكن يروح يزور ايه. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 49 او صفحة 49، وعنوانها كولاج. كولاج يعني فن التلصيق او مجموعة الملصقات. طبعا يا اصحابي في حاجة اسمها كولاج او فن تجميع الملصقات. والفن ده يا اصحابي بيعبر عن ايه؟ عن ان انا مثلا لو بحب موضوع معين، اي موضوع من المواضيع، بدور على الصور الخاصة بي في الكتب، في المجلات، وباخد الصور الخاصة بالموضوع ده واقصها واخليها معايا، وبعدين الزقها جنب بعضها بحيث ان انا اعبر عن الموضوع ده بشكل صور انا لازقها بنفسي. فده اسمه كولاج، كولاج او فن تجميع الملصقات. وهنا بيقولك اجمع مجموعة من الملصقات. المفروض ان انت تقوم بالنشاط ده في الكلاس روم او في حجرة الفصل او مع بابا وماما، مع ولي الامر في البيت طبعا. فبتجمع مجموعة ملصقات او مجموعة صور وبتحطها هنا. مجموعة الصور دي بتعبر عن موضوع معين انت حابب تتكلم عنه. وبما اننا بنتكلم عن how the business works او كيفية القيام بالاعمال التجارية، احنا ممكن نجمع مجموعة من الملصقات بتتكلم عن كيفية القيام بالاعمال التجارية. فاول حاجة ممكن نجيبها هنا، نجيب مثلا مكان القيام بالعمل التجاري، مثلا محل الجزارة او ميت ماركت. وبعدين نجيب العامل اللي شغال في المحل التجاري ده، وبالنسبة للميت ماركت هو البوتشر مثلا. وبعد كده نجيب صورة التول اللي بيستخدمها البوتشر ده او العامل او الجزار اللي شغال في المكان ده ونحطها، مثلا النايف او السكينة. وبعد كده
نجيب كمان الجود اللي هو بيباعها او السيرفيس اللي هو بيقدمها ونجيب صورة ليها. مثلا بالنسبة للميت ماركت هتكون الميت او اللحم، فنحط صورة اللحم. وبكده نكون عبرنا عن العمل التجاري او البيزنس. وازاي بننقل الميت دي؟ طبعا الميت دي بتتنقل في عربية فيها ثلاجة، وده بنسميه الجود ديليفرينج اللي هو توصيل البضائع. او نحط هنا صورة للعربية اللي بتنقل اللحم، وطبعا بتكون عربية فيها تلاجة بتحفظ اللحم من ان هو يفسد. فنحط هنا الصورة بتاعت العربية اللي فيها التلاجة او اللي فيها مكان الحفاظ على اللحم. لو انت اخترت مشروع تجاري تاني، ممكن تجمع الصور الخاصة بيه، والصور دي لازم تتضمن مكان المشروع التجاري والعامل اللي شغال في المشروع ده، والأداة كمان اللي بيستخدمها العامل ده، والبضاعة أو الخدمة اللي بيقدمها، الجود أو السيرفيس اللي بيقدمها للناس. وكمان لو في عملية نقل أو ديليفرينج للبضاعة أو الخدمة دي، ياريت ترسم الوسيلة بتاعت النقل بتاعتها، علشان تكون جمعت كل الداتا أو كل البيانات الخاصة بالمشروع ده أو بالبيزنس ده. وبكده تكون عملت كولاج أو جمعت ملصقات خاصة بموضوع معين، هو مثلا البيزنس ده او العمل التجاري ده. وهنا يا اصحابي بيقول لنا cut قص and paste وضع او الزق images يعني صور، to create لتنشئ a collage يعني مجموعة من الملصقات. وبكده نكون الهينا البيج دي، ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 50 أو صفحة 50، وعنوانها Destination Egypt. Destination يعني مكان الوصول، الوجهة اللي احنا رايحينها، و Egypt يعني مصر. يبقى طبعا بيكلمنا هنا عن السفر لمصر، أو مصر هي مكان الوصول اللي احنا رايحينه. وطبعا يا أصحابي هنا طبقا لدليل المعلم، المفروض وانتوا داخلين الكلاس روم أو حجرة الفصل وانتوا وداخلين هيتشرح لكم الدرس ده او اللسون دي، المفروض ان المستر او المس اللي هيشرحوا لكم الدرس ده هيكلموكوا على انكم داخلين تركبوا طيارة، ويقول لكم اقعدوا واجلسوا طبعا، واربطوا احزمة الامان كأنكم هتركبوا طيارة بالظبط. والمفروض كمان يكون في الكلاس روم او في حجرة الفصل صورة للكابين او للكابينة بتاعت الطيارة زي ما احنا شايفين في البيج هنا، ويكلموكوا على اساس انكم ركاب وهتسافروا ورايحين مصر دلوقتي. فده طبعا المفروض طبقا لدليل المعلم. انا بس بقول لكم علشان تبقوا عارفين ان المفروض ان الدرس ده يتشرح كده. وبالنسبة لهنا للصفحة دي، هو بيكلمنا عن السفر لمصر، وبيقولك تتخيل نفسك ان انت رايح بلدنا الجميلة مصر، بلدنا الحبيبة مصر، وانت جاي من بلد تانية. مديك صورة لخريطة العالم، الصورة دي فيها طيارات مختلفة جاية من اماكن مختلفة من كل القارات. بيقولك تخيل نفسك جاي من بلد من البلاد دي، هتتخيل نفسك جاي مثلا من هنا او من هنا او من هنا او من هنا، من اي بلد من البلاد دي، وهتعمل تريس او هتعمل تتبع للخط بتاع البلين دي او الطيارة دي بالقلم الرصاص. ده بيعبر طبعا على انك جاي من البلد دي ومتجه لمصر، فهتعمل سيركل او دايرة حوالين البلد اللي انت جاي منها، وهتعمل تريس بالقلم الرصاص على الخط الخاص بالطيارة او بالبلين دي، لان هو متجه من البلد دي لمصر بلدنا الحبيبة. فكده انت بتعبر على انك جاي من البلد دي ومسافر لبلدنا مصر، اول حاجة. تاني حاجة بيقولك لو انت جاي من اي بلد من البلاد دي، وخلاص انت حددتها وعملت حواليها سيركل وعملت تريس على اللاين بتاع الطيارة دي، المفروض انت هتجاوب على سؤال في اخر الصفحة. تعالوا نقرأ مع بعض ونشوف هو بيقولنا هنا ايه في البيج دي، ونعرف المطلوب مننا ايه بالظبط. بيقولك هنا imagine يعني تخيل. You are a tourist ان انت سائح. Flying to Egypt، flying يعني
جاي بالطيارة flying يعني طائرا، جاي بالطائرة to Egypt لمصر. on a vacation، on a vacation في أجازة، on a vacation يعني في أجازة. answer، answer يعني أجب. the question، the question السؤال. complete the sentence، complete the sentence أكمل العبارة أو أكمل الجملة. فهنا زي ما بقول لكم يا أصحابي مكتوب هنا where did you begin your flight، where did you begin your flight يعني أنت بدأت رحلتك منين، أنت جاي من أنهي بلد. circle a country، ضع دائرة حول بلد من البلاد. trace the flight path، trace the flight path تتبع بقلمك الرصاص المسار بتاع الرحلة الجوية أو الفلايت باث. فمثلا لو أنت جاي من أستراليا هنا أستراليا، هتعمل سيركل حوالين أستراليا وهتعمل تريس أو تتبع على الفلايت باث أو الخط بتاع الطيارة ده، وفي الآخر هتوصل بالخط ده لمصر. ممكن تبقى جاي من أي بلد تانية برضو عادي جدا، المهم أن أنت هتعمل سيركل حوالين البلد اللي أنت جاي منها وهتعمل تريس او تتبع بالقلم الرصاص على الفلايت باث او على مسار الرحلة الجوية. وبعد كده بيقول لك I am excited يعني انا فرح، انا مبسوط. I am excited يعني انا فرح to visit Egypt، ان انا بزور مصر. because ايه يا اصحابي؟ I am excited to visit Egypt، انا فرح ان انا هزور مصر. because لأن I will see the pyramids، I will see the pyramids يعني أنا هشوف الأهرامات. مثلا I will visit the monuments، I will visit the monuments يعني أنا هزور الآثار. كل واحد عنده السبب اللي ممكن يخليه فرحان إنه هو هيزور مصر أو هيجي مصر في سياحة. فالمهم إن احنا هنكتب هنا السبب اللي مخلينا excited أو فرحين إن احنا هنزور مصر. فأنا هقول I am excited to visit Egypt because I will see the pyramids، I will see the pyramids يعني أن أنا هشوف الأهرامات. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 51 أو صفحة 51 وعنوانها Community Tour. Community tour أو جولة في المجتمع بتاعي. Community زي ما عرفنا قبل كده يعني مجتمع. Community tour يعني جولة في المجتمع، جولة في المجتمع بتاعي أو جولة في المجتمع اللي أنا رحت زرته، اللي أنا تورست فيه أو اللي أنا سائح فيه. فطبعا هنا أصحابي المفروض في الكلاس روم بيبقى موجود مجموعة من الصور متعلقة، صورة خاصة بالريستورانت أو بالمطعم، صورة خاصة بالهوتيل أو بالفندق، صورة خاصة بالمكان المفضل ليا سواء كان مثلا السوفينير ستور أو متجر بيع الهدايا التذكارية، المكان المفضل اللي ممكن أكون روحته وأنا اتبسطت بيه، صورة تانية خاصة مثلا بالسوبر ماركت، صورة خاصة مثلا بالباربر شوب أو بمحل الحلاقة. المهم ان في مجموعة صور متعلقة في الكلاس روم، كل صورة فيها خاصة، كل صورة فيهم خاصة بزنس من البزنسز في المجتمع بتاعنا او in our community. وهنا بيقول لنا اصحابي read، اقرأ the comments below، الكومنتس او الملاحظات below بالاسفل، then ثم بعد ذلك write three more comments، اكتب كمان ثلاث ملاحظات اضافية. cut out each box، قص كل صندوق او كل مربع من المربعات دي. place each comment، ضع كل تعليق. on the business، على البيزنس او على العمل التجاري. or a landmark، او على البيزنس العمل التجاري. you think انت تعتقد deserve it most، ان هو بيستحقه اكتر. فزي ما قلت لكم يا اصحابي بيبقى عندنا جاليري او معرض صور في الفصل، واحنا المفروض عندنا هنا مجموعه كومنتس او مجموعه تعليقات. اول تعليق هنا delicious food، delicious food يعني طعام لذيذ، delicious يعني لذيذ،
وفود يعني طعام، great service، great service يعني خدمة عظيمة، خدمة جيدة، great يعني عظيم، وservice يعني خدمة. my favorite place، my favorite place يعني مكاني المفضل، favorite يعني مفضل بالنسبة ليا، وplace يعني مكان. wonderful store، wonderful يعني رائع، store يعني متجر، متجر رائع. I love what I bought here. I love what I bought here يعني أنا أحب الذي اشتريته هنا، الحاجة اللي أنا اشتريتها هنا أنا بحبها. والمفروض هنكتب كمان 3 more comments أو 3 تعليقات زيادة. ممكن نكتب هنا مثلا يا أصحابي high quality goods، high quality goods يعني بضائع بجودة عالية. ممكن كمان نكتب هنا very good services، very good services يعني خدمات جيدة جدا. وممكن نكتب هنا كمان bad goods، bad goods أو بضائع سيئة. فدي 3 more comments أو 3 تعليقات زيادة. المفروض ان احنا بعد كده هنقص أو هنعمل cut out للboxes دي أو الصناديق دي، وهنحط على كل صورة من الصور الخاصة بالbusinesses أو بالأعمال التجارية اللي قدامنا في الclassroom، كل عمل تجاري او كل بيزنس من البيزنسز دي التعليق او الكومنت اللي يستحقها، سواء كان مثلا delicious food او طعام لذيذ، great service او خدمة عظيمة، my favorite place او مكاني المفضل، wonderful store او متجر رائع، I love what I bought here، انا احب الحاجة اللي انا اشتريتها من هنا، high quality good او بضاعة عالية الجودة، very good services او خدمات جيدة جدا، او bad goods، bad goods او بضائع سيئة. فانا هقص التعليقات دي او الكومنتس دي واحط كل كومنت على الصورة اللي انا شايف ان هي تستحق الكومنت ده او التعليق ده. وطبعا يا اصحابي هنا بيلفت نظرنا ان احنا ممكن نعمل شير او نشارك الكومنتس او التعليقات بتاعتنا لو احنا سواح على اي مكان ممكن نزوره في اي بلد من البلاد في الدنيا، بحيث ان احنا نفيد الناس التانية ونعرفهم تقييمنا او الاكسبيرينس او الخبرة اللي احنا خدناها لما زورنا المكان ده. لو مكان كويس هننشر عنه تعليق كويس وهنقول عليه ان هو كويس وهنوصفه، لو مكان سيء هنكتب ان هو مكان سيء وبيقدم خدمة سيئة او بيقدم بضاعة سيئة، bad service أو bad good، علشان الناس اللي غيرنا يعرفوا ويخلوا بالهم. فهنا بيعرفك ان انت ممكن تعمل share أو ان انت تعمل مشاركة للcomments أو التعليقات الخاصة بأي business أو بأي مشروع تجاري في أي مكان في الدنيا، لو ان انت تحب تعمل ده علشان تفيد الناس التانية بالexperience أو بالخبرة اللي انت أخدتها وانت بتزور المكان ده او انت بتتعامل معاه. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا ونوصل لبيج 53 او صفحة 53، وعنوانها letter home. letter يعني خطاب طبعا، وهوم يعني بيت او منزل. انا بيكلمك عن جواب انت بعته لبلدك اللي انت جاي منها لواحد صاحبك او حد من اصحابك في بلدك، بتكلموا عن الرحلة السياحية اللي انت قمت بيها وزرت فيها البلد التانية. فانت هنا بتبعت جواب لحد من اصحابك في البلد اللي انت جاي منها، بتوصف له رحلتك السياحية لمصر. فليتر يعني خطاب او جواب، وهوم يعني منزل، خطاب الى المنزل، خطاب الى البيت، خطاب الى الوطن. وهنا بيقولك رايت، اكتب a letter، letter يعني خطاب، to a friend at home، لصديق من أصدقائك في بلدك، at home في بلدك، home هنا بمعنى بلد. tell your friend، أخبر صديقك، about your vacation عن الأجازة اللي انت أخدتها. fill in، املأ، the blanks، the blanks الفراغات، to complete لتكمل، the letter الخطاب. فهنا عندك dear، فهنا الخطاب بيبدأ بdear، dear يعني عزيزي، وهتكتب هنا اسم صديقك
عزيزي مثلا دير عبد الله، دير عبد الله، هتكتب هنا عبد الله. وبعدين هتقول هنا we just visited Egypt. we just visited Egypt يعني احنا زرنا مصر. we saw احنا رأينا many businesses and landmarks، احنا شفنا مشاريع تجارية كتيرة جدا. many businesses and landmarks. my favorite place، المكان المفضل بتاعي was، كان. ممكن نقول مثلا المكان المفضل بتاعي was pyramids، pyramids الأهرامات. فممكن هنا نكتب pyramids الأهرامات. I bought، أنا اشتريت. ممكن أقول مثلا I bought a book، I bought a book يعني أنا اشتريت كتاب. at a، ممكن أقول book store، ممكن أقول souvenir store. أنا اشتريت كتاب، ممكن كتاب مثلا بيتكلم عن التاريخ ولا حاجة، من السوفونير ستور او من محل بيع الهدايا التذكارية. وممكن اقول برضو ان انا اشتريته من البوك ستور. بعدين بيقول لك the food الطعام was delicious كان لذيذ. at في، فهنكتب هنا the restaurant في المطعم. was delicious at the restaurant في المطعم. لو حابب تكتب اسم المطعم ممكن تكتبه عادي، لان زي ما قلت لكم يا اصحابي مفيش حاجة اسمها اجابة نموذجية خاصة بالحل هنا. اصحابي بيقولك wish you were here too. wish يعني اتمنى، you were ان انت كنت، here too هنا ايضا، انا كنت اتمنى ان انت تكون هنا برضو، كنت اتمنى ان انت تكون هنا ايضا. وفي الاخر بيقول له sincerely يعني تحياتي، مع تحياتي. والمفروض تكتب هنا اسمك او اسمك. وبكده احنا عملنا fill in the blanks او ملينا الفراغات وحلينا البيج دي. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.